تلميذ السنة الثالثة من التعليم الابتدائي في كتاب فضاء الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي. عندنا الدرس الرابع، الضرب في عدد مكون من رقم واحد، الأعداد من 0 إلى 999. إذن الصفحة 22 عندنا في هذا الدرس. الحصة الرابعة، أستثمر أجد كل جداء. العملية الأولى، لاحظ 717 مضروبة في 4، 7 مضروبة في 4 تساوي 28. أكتب 8 وأحتفظ بـ2. 4 في 1 4 زائد 2 للاحتفاظ تساوي 6، أكتب 6. 4 مضروبة في 1 4، أكتب 4. العملية الثانية، عندي 127 مضروبة في 7، إذن 7 مضروبة في 7 49، أكتب 9 وأحتفظ بـ4. 7 في 2 14 زائد 4 18، أكتب 8 وأحتفظ بـ1. 7 مضروبة في 1 7 زائد 1 8. العملية الثالثة، 145 مضروبة في 4، 4 مضروبة في 5 تساوي 20، أكتب 0 وأحتفظ بـ2. 4 في 4 16 زائد 2 لاحتفاظ 18، أكتب 8 وأحتفظ بـ1. 4 في 1 4 زائد 1 5، أكتب 5. العملية الرابعة، عندي 334 مضروبة في 3، إذن 3 مضروبة في 4 تساوي 12، أكتب 2 وأحتفظ بـ1. ولاحظوا دائما أبدأ بالوحدات ثم العشرات ثم المئات. إذن 3 في 3 9 زائد 1 10، أكتب 0 وأحتفظ بـ1. 3 في 1 3 زائد 1 4. السؤال الثاني، عندي أكتب الأرقام الناقصة في كل عملية ضرب منجزة. أكتب الأرقام الناقصة في كل عملية ضرب منجزة. 3 مضروبة في 2 العملية الأولى، 3 مضروبة في 2 6 صحيح، 2 مضروبة في عدد تساوي 8، العدد هو 4. 2 مضروب في 4 8، 2 مضروبة في 1 تساوي 2، أكتب 2. العملية الثانية، عدد مضروب في 4 تساوي 2، هذا لا يمكن، إذن العدد عندي هنا هو 12، لاحظ أحتفظ بـ1، إذن العدد مضروب في 4 تساوي 12، 3، 3 مضروبة في 4 12، أكتب 2 وأحتفظ بـ1. 1 لاحظ الـ1 احتفظ هنا، إلى حد ثم 4 تبقى 3، إذن 3 مضروبة في ماذا تساوي 3؟ 3 مضروبة في 1، في 1 3 زائد 1 احتفاظ 4.
العملية الثالثة أربعة مضربة في عدد تساوي اثنان. العدد عندي ماشي اثنان، لاحظ هو 12، هلا أحتفظ بواحد. إذا أربعة مضربة في ثلاثة تساوي 12، أكتب اثنان وأحتفظ بواحد. أربعة في ثلاثة 12 زائد واحد احتفاظ 13، أكتب ثلاثة وأحتفظ بواحد. وهذا واحد هنا إلى حيث ثم خمسة أصبح أربعة، إذا أربعة مضروبة في عدد تساوي أربعة مضروبة في واحد، أكتب واحد. إذا أربعة مضروبة في واحد تساوي أربعة زائد واحد خمسة. العملية التالية اثنان مضروبة في عدد تساوي اثنان، إذا هو واحد. اثنان مضروبة في واحد تساوي اثنان، واثنان مضروبة في ماذا تساوي ثمانية؟ اثنان مضروبة في أربعة تساوي ثمانية. العملية التالية اثنان مضروبة في واحد تساوي اثنان، أكتب اثنان. اثنان مضروب في عدد تساوي أربعة، عندي هنا يا 14 ماشي أربعة. لاحظ اثنان مضروب في ماذا تساوي 14؟ مضروب في سبعة، أكتب سبعة. اثنان في سبعة 14، أكتب أربعة وأحتفظ بواحد. واثنان مضروبة في ثلاثة تساوي ستة زائد واحد سبعة. التمرين التالي اثنان مضروبة في عدد تساوي أربعة. لا لا يمكن، العدد عندي هو 14. اثنان مضروب في عدد تساوي 14، إذا العدد هو سبعة. اثنان أكتب سبعة. اثنان مضروب في سبعة 14، أكتب أربعة وأحتفظ بواحد. اثنان مضروب في عدد تساوي تسعة، تسعة لحدنا هذا واحد، هذا تبقى ثمانية. إذا اثنان مضروبة في عدد تساوي ثمانية هو أربعة، أكتب أربعة. اثنان في أربعة ثمانية زائد واحد احتفاظ تسعة. اثنان مضروب في عدد تساوي ستة، أكتب هو ثلاثة. إذا اثنان في ثلاثة ستة. نفس الشيء العملية التالية ثلاثة مضروبة في عدد تساوي ستة، العدد 16 ماشي ستة. ثلاثة مضروبة، لا العدد عفوا العدد هو ستة صحيح. ثلاثة مضروبة في اثنان صحيح، اثنان تساوي ستة. ثلاثة مضروبة في عدد تساوي خمسة، هنا اللي عندي العدد هو 15، إذا ثلاثة مضروبة في خمسة تساوي 15، أكتب خمسة وأحتفظ بواحد. ثلاثة مضروبة في عدد، إذا هو اثنان زائد هو اثنان، ثلاثة في اثنان ستة زائد واحد سبعة، أكتب اثنان. وأخيرا عندي العملية خمسة مضروب في عدد تساوي صفر، عندي هنا العدد هو 10 ماشي صفر. خمسة في اثنان 10، أكتب صفر أحتفظ بواحد. خمسة في ماذا زائد واحد احتفاظ تساوي ستة، لحدنا ستة غتبقى خمسة. خمسة مضروبة في واحد تساوي خمسة زائد واحد ستة. التمرين الثالث أضرب 312 في 3. هنا كاين واحد الخطأ،
313 صحراء، ماشي 312، إذن الصحوة هذه 313 و وحدتان، ماشي وحدتان، ثلاث وحدات. إذن العدد هو عندي 313 مضروبة في 3، أضرب 3 وحدات في 3. لاحظ، ثلاث وحدات، هي المجموعة الأولى، ثلاث وحدات، ثلاث وحدات، ثلاث وحدات، ثلاث مرات. إذن المجموع تساوي 3 في 3 9، 9 وحدات، أكتب 9. العشرات الآن 3 مضروبة في 1، 10 واحدة، هي 10 واحدة، 10 واحدة هي 2، 10 واحدة هي 3، 3 مرات. إذن 3 في 1 تساوي 3، 3 عشرات، وثلاث عشرات هي 30 وحدة، 3 عشرات أكتب هي 30 وحدة، أكتب 30. 3 في 300، أضرب المئات، لاحظ عندي هنا 300، هنا 300 مرة ثانية، 300 أخرى، هي 3 مرات، 300، 3 في 3 9، 900، هنا 100 هي 100 وحدة، هي 900 وحدة، أكتب 900 وحدة. المجموع 9 زائد 0 زائد 0 9، 3 زائد 0 3 و 9. إذن العدد هو 939. الآن أكمل التمرين الرابع، كل عملية ضرب. الضرب الأول عندي العملية الأولى 26 مضروبة في 3، لاحظ 26 مضروبة في 3، 26 هي هذه 26، 10 القضيب وعشرة أخرى قريبين هي 20، الوحدات 1، 2، 3، 4، 5، 6، 6 وحدات، هذه هي 26، 26 أخرى 20، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 26 مرة ثانية، 26 أخرى 10، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26. إذن تلاحظون 26 ثلاث مرات، 26 مضروبة في 3. نضرب دائما أولا وحدات، 3 في 6، لاحظ عندي 6 وحدات ثلاث مرات، هي كم من وحدة إلا حسبتم هنا؟ 18 وحدة. شو كان دير هذيك 18 وحدة؟ أخذ منها 10 وحدة، لاحظ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. شحال تبقى ليا؟ 10، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 8 وحدات اللي غيبقاو، هذيك 10، 10 أحولها إلى قطيب، هيا لاحظ، وكتبقى 8 وحدات، نحسبهم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7،
سبعة ثمانية. إذن ستة في ثلاثة 18، أكتب فقط ثمانية لأن ثمانية وحدات عندي، وهنا أحتفظ بواحد، الواحد هو القضيب، هذا القضيب هنا الذي أخذته حولته إلى عشرة، حولته إلى قضيب، هي عشرة وحدات. إذن وكانت المئة ثلاثة مضروبة في اثنان، ستة نحسبهم، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة مئات زائد ستة عشرات، ستة قضبان عفوا زائد قضيب هو واحد احتفال تساوي سبعة، أكتب سبعة. إذن ثلاثة مضروبة في ستة وعشرون تساوي ثمانية وسبعون. إذن دائما في النشاط الرابع عندنا السؤال الرابع، أكمل كل عملية ضرب. هذه المرة ننجز العملية التالية وهي 14 مضروبة في 4. إذن 14 مضروبة في 4، هنا ممتلئة هي بالقضبان وبالمربعات، أي وحدات هنا نحاول نديرها هنا. 14 هي قضيب، قضيب وأربع وحدات نحسبهم، واحد اثنان ثلاثة أربعة، إذن هذه هي 14، قضيب واحد هو عشرة وحدات، قضيب وأربع وحدات. مرة أخرى قضيب آخر وأربعة وحدات، واحد اثنان ثلاثة أربعة، إذن ها هي 14 مرتين. الآن مرتين 14 أخرى، عشرة قضيب أو عشرة، 11، 12، 13، 14، إذن عندنا 14 ثلاث مرات. مرة أخرى 10، 11، 12، 13، 14، إذن نلاحظ 14 هي أربع مرات، فيها أربعة خطبات، كم من واحدة؟ لأن أربع وحدات تتكرر أربع مرات، بمعنى تساوي 16 وحدة، 4 مضروبة في 4 تساوي 16. هاد 16 نأخذ منها 10 وحدات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 وحدات، فهمين؟ 10 وحدات. إذن شحال كيبقاو لنا؟ 6 وحدات. هاد 10 وحدات نحولها إلى قضيب، ها هو القضيب، نحولها إلى قضيب واحد، تبقى لدينا 6 وحدات. إذن 4 مضروبة في 4 تساوي 16، أكتب فقط 6 لأن 6 وحدات هي التي بقيت لدينا، ونحتفظ واحد هو هذا القضيب الذي أحطناه بالأحمر. ثم ننتقل إلى المئات، 4 مضروبة في 1، أي قضيب واحد يتكرر 4 مرات، 4 في 1 تساوي نحسبهم 4، لأن عندنا
أربعة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. إذن أربعة قطبان زائد أربعة عشرات زائد عشرة هي خمسة، إذن نكتب خمسة العدد، إذن هو ستة وخمسون.